أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جمع أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار، وخلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعية الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32 مليار و300 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر. وإلى البورصة المصرية التي تبينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم وبداية جلسة الأسبوع، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 659 مليار و900 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي إكس 30 اليوم عند 10007 نقاط، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، منخفضا بنسبة 21%. بينما فتح مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس عند 1735 نقطة، ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.2%. وعن مؤشر الشركات الأوسط نطاقا إي جي إكس 100، فقد فتح اليوم عند 2608 نقاط، ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، مرتفعا بنسبة 79%. من البورصة إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 18 جنيها و6 قروش و60 قرش، بينما وصل سعر البيع إلى 18 جنيها 67 قرشا، عن اليورو 19 جنيها 87 قرشا، وسعر البيع 19 جنيها 96 قرشا. نصل معكم مشاهدينا للجنيه الاسترليني 23 جنيها 32 قرشا، وسعر البيع 23 جنيها 42 قرشا. بالنسبة للعملات العربية، نبدأ معكم بالدرهم الإماراتي، والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات 6 قروش، وسعر البيع 5 جنيهات و8 قروش. وأخيرا الريال السعودي سجل سعر شراء وصل إلى 4 جنيهات 95 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 98 قرش. أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وصل نموه القوي في مايو، مسجلا نموا للشهر 21 على التوالي. واستقر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية عند 55.7 نقطة في مايو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل. هذا وانخفض نمو التوظيف في المملكة بصورة طفيفة، لكنه ما زال في منطقة النمو. انتهت مشاهدينا جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أميمة تمام ورغدة أبو ليلى.